صانك ازيك يا شباب؟ ان شاء الله هنحل مع بعض الدرس الثالث والرابع، اخر جزء هنا واخر جزء هنا، اللي هو بيتكلم على الدي سي داينامو او ازاي نعمل ريكتيفيكيشن للداينامو، والجزء الاخير في ليسون 4 اللي هو اخر جزء في الشابتر ان شاء الله اللي هو الموتور. اول حاجه نبدا بالداينامو. جاي يقول لك عايز الريش ما بين نمبر اوف كويلز الى نمبر اوف سيجمنتس اوف هولو ميتاليك سلندر. احنا عارفين ان كل كويل بيرتبط باتنين سيجمنتس، فعدد السيجمنتس دايما دبل عدد الكويلز، او عدد الكويلز هاف عدد السيجمنت. هو خد بالك عايز كويل على سيجمنت، عايز نمبر اوف كويلز تو نمبر اوف سيجمنتس، واحنا قلنا ان كل واحد كويل بيبقى ليه اتنين سيجمنت، فالريشيو دي هتبقى هاف. فريكوانسي اوف جنريتد current في AC dynamo is 50. AC ده اللي هو بيزيد ويقل ويغير اتجاهه كل نص سايكل. عايز الفريكوانسي بقى بتاعت الداينامو ده لو حصل له rectification وبقى يوني دايركشن، يعني بقى اتجاهه ثابت بس برضه بيزيد ويقل. لو جينا نرسم يوني دايركشن هنلاقيه بيزيد ويقل بس ما بيغيرش اتجاهه، بيزيد ويقل في نفس الاتجاه، بيزيد ويقل في نفس الاتجاه. طب هو كده يعتبر خلص السايكل في قد ايه مقارنة بالسايكل القديمة؟ يعني هو كده خلص هنا 2 سايكل، هنا خلص يعتبر 4 سايكل، فهنلاقي ان البريودك تايم قل النص والفريكوانسي زيد الدبل. بدل ما خلص هنا لفة مثلا في ثانيتين هيخلص هنا اللفة في ثانية، فالبريودك تايم قل النص، والبريودك تايم عكس الفريكوانسي، فهتلاقي الفريكوانسي زاد الدبل فتبقى 100 هرتز. تنساش السؤال ده. opposite figure present structure of unidirectional electric dynamo. طالما في الكوميوتاتور ده او ال two segments المقطوعين دول اللي هم splitted ring، يبقى ده unidirectional. قالك the responsible component for rectification، الجزء المسؤول عن rectification للcurrent هو ده. ما احنا لما كان معانا two slip rings كان بيدينا AC، اما غيرناهم وحطينا كوميوتر واحد او سبليتد رينج واحده يتحول معانا حصل له ريكتيفيكيشن يوني دايركشن، فالجزء المسؤول هنا هو 3. واحد هيقول لي امال ايه 4 اللي هو مشار عليهم دول؟ هقول لك ده لازم طرفين السلك بتوع الاكسترنال سيركت يبقى الطرفين بتوعهم عندهم حاجه اسمها برش، سلك خشن كده، يبقى هو اللي لازق في الكوميوتر عشان لما يلف السلك ما يتنيش. opposite diagram represent structure of dynamo. لو بصيت عليه هتلاقي برضو في الكوميوتر فهو unidirectional. if the side AB، بيتكلم على side AB ده ماله؟ قالك at this moment بيتحرك out of page، يعني اتجاه الموشن بتاعه out of screen او out of page. الكويل dynamo rotated complete cycle، عايز يعرف F1 ولا F2 هما البوستيف ولا النيجاتيف. هو لو قريت A و B هتلاقي يقول لك ان F1 بوزيتيف في التو هافز، وهنا يقول لك F2 always work as a positive during two halves. هنا يقول لك F1 بتتغير كل نص سايكل، بيقول لك ايه؟ ان هي تبقى بوزيتيف تيرمينال during one of the half of the cycle، يبقى في الهاف الثاني هتبقى هي النيجاتيف، وده العكس، قال لك F2 هي البوزيتيف في one of the halves. ايه الفرق بين A و B و C و D؟ A و B بيتكلم ان هم حصلوا ريكتيفيكيشن، ان هو دايما F1 هو البوستيف او F2 هو البوستيف، لكن C و D بيتكلم ان هو هيغير اتجاهه، هيغير اتجاهه. طيب طالما كوميوتر متركب يبقى هو هيغير اتجاهه ولا دايما هيفضل اتجاهه ثابت؟ هيفضل اتجاهه ثابت، فقصه C و D دول انساهم. طيب هي A ولا B؟ تعالى نمسك السايد اللي هو قال عليه هيتحرك اوت ونشتغل بفيلمينج رايت هاند رول، فيلوسيتي فلكس واندوس ذا كارنت. الفلكس كده كده من النورث للساوث، فالصباع ده يبقى ماشي من النورث للساوث، وده الفيلوسيتي هو قال لك اوت، يبقى لازم الصباع ده يبقى اوت اوف بيدج، فهتلاقي الكارنت ماشي فروم اي تو بي. طب اما الكارنت يمشي فروم اي تو بي وبي تو سي، سي تو دي، يبقى هيخرج من F2، فكأن الحتة دي هي البوزيتيف وكأن الحتة دي هي النيجاتيف عشان يلف سايكل بره كده، يبقى F2 هي دايما البوزيتيف، F2
هي دايما البوزيتيف، يبقى هنختار الاجابه الثانيه. لكن لو كان جايب لي اتنين رينج هنا كنت هقول له ان اف 2 ورك بوزيتيف في دلوقتي، بس النص سايكل الثانيه هتبقى نيجاتيف. اوزيت فيجر شو ستراكشر اوف داينامو يوني دايركشن برضو زي ما قلنا. قال لك سو ويتش اوف ذا فولوينج تشويس ريبريزنت ذا تايبس اوف بول اوف ماجنت. هو هنا ما قاليش البولز مين النورث ومين الساوث، وفي نفس الوقت عايز الدايركشن بتاع الموشن بتاع اكس واي. هنمسك اجابه نجربها. اول حاجه بيقول لي هنا النورث وهنا الساوث، يعني الفلكس ماشي كده، وبيقول لي ان اكس واي هيتحرك اوت وهيتحرك انتو. تعال نجرب، ادي برضو الفلكس اللي هو ده، هنعمله الفلكس ماشي كده، هنحرك مره ده اوت، فهنلاقي ان الكرنت طالع لفوق. هل ده صح؟ لا، بص كده الكرنت خارج من هنا، يبقى ازاي يطلع فوق؟ طيب يبقى نخلي الفلكس زي ما هو ونعمل انتو البيدج، نخلي ده انتو البيدج، هنلاقي الكرنت الثلاث صوابع دول مالهم؟ لتحت ناحيه واي اكس، فنلاقيها في الاتجاه المرسوم صح، يبقى بي هي الصح. لو جربت سي ودي مش هتلاقيهم يطلعوا معاك صح. نخش على الموتور. قال لك passing electric current in the coil of electric motor during its rotation. احنا في الداينامو كنا بنقول ان هو بيغير اتجاه الكرنت كل نص لفه، هنا هو بيغير اتجاه الروتيشن كل نص لفه. طب بيقول لك الالكتريك كرنت اللي ماشي بقى، اللي هو جاي من البتر اللي موجوده بره، عنده كونستنت انتنسيتي ودايركشن، فاريبل انتنسيتي ودايركشن، تشينج اتس دايركشن كل نص سايكل، ولا الانتنسيتي دايركت بروبوشنال مع الانجل. طبعا اخر واحده دي افتكاسه، هي برضو بتغير اتجاهها كل نص لفه. الكتريك موتور الكرنت فانيش ان ذا كويل في انهي مومنت؟ هو فكره الموتور احنا عارفين ان هو فكره التورك، صح كده؟ لو بندخل كرنت الكويل فيبدا يلف، فهي تورك، فايدنا الشمال دلوقتي لو عايز تستخدمها. طيب هو بيقول لك ان الكرنت فانيش في الكويل بتاع الموتور ده امتى؟ اما يبقى بربنديكولر ولا ما يبقى بارلل؟ احنا عارفين ان التورك ماكسيموم في البارلل، في البارلل. طيب يبقى مش هيوصل كرنت ليه وهو بربنديكولر. طيب مش دي الاجابه اللي احنا عايزينها برضو؟ هل لما الفلكس يبقى فانش، ولا هل لما الفلكس دينستي تبقى مينيمم فاليو، ولا هل لما التورك يفانش، ولا هل لما التورك يوصل نص الماكسيمم، انهي لحظه الكرنت فيها هيبقى زيرو؟ اكيد اما التورك يبقى زيرو، صح ولا ايه؟ لان الكرنت اللي داخل هيبقى بزيرو، يعني هتلاقي النادي الكوميوتور وهتلاقي الكويل لمسه كده، ده كده في اللحظه اللي هو كان فيها بربنديكولار، يعني مفيش تورك، فهنا الكرنت فانش والتورك فانش في نفس اللحظه. باك انديوز الكتروموتيف فورس، دي احنا ممكن ما قلناهاش واحنا بنشرح، بس ايه اللي هيخلي في باك انديوز دي ام اف في الموتور؟ ركز كده معايا، الموتور فكرته ايه؟ قلنا فكرته التورك، والتورك ده عايز ايه؟ كويل ماشي فيه كرنت في وجود فلكس. طيب فايه اللي حصل له؟ بدا يحصل له روتيشن. الله، طب ما لو كويل موجود في فلكس وحصل له روتيشن، ده هيحصل له ايه؟ او ايه الناتج بتاع التلات حاجات دول؟ انه هيحصل له اندكشن. فهو بيقول لك الباك انديوز دي ام اف هتعمل ايه؟ هو الكويل هيلف، قلنا بسرعه بعد كده هيبطأ، بسرعه بعد كده هيبطأ، بسرعه بعد كده هيبطأ، نتيجه ان الكرنت عمال يزيد ويقل فيه، او التورك عمال يزيد ويقل فيه. طيب دلوقتي بيحصل فيه باك انديوز ام اف عشان تثبت سرعته، تخليه لما يجي يزود سرعته الكرنت هيزيد، تعمل له باك انديوز اي ام اف تبطأه. طب الكرنت هيقل، التورك هيقل، تعمل له فورورد انديوز ام اف تزوده. فهتلاقي بدل ما السرعه عماله تزيد وتقل، لا السرعه تقريبا بقت شبه ثابته، حصل لها ستابيلايزيشن، يعني بقت ثابته. اوبزيت دايجرام شو ستراكشر اوف سمبل موتور ويتش كومبوننت ان ذا دايجرام بروفايد موتور بريكوايرد انرجي. ايه الجزء من دول هو اللي بيدي الموتور الانرجي بتاعته؟ اهم حاجه كان الفرق ما بين الدينامو والموتور هو الباتري. انا لو شلت الباتري دي ما بقاش موتور، صح؟ وهي اللي بتدي له الالكتريك انرجي في وجود الماجنتيك انرجي عشان يبدا يروتيت. يبقى كومبوننت 4 اللي هو الباتري
هو اللي بيدينا الانرجي. Opposite figure represent the structure of simple electric motor which part shown in the figure can be modified or replaced. عايز انهي جزء من الاجزاء دي ينفع ابدله او اغيره خالص او اشيله عشان اخد maximum mechanical power. ايه اللي ممكن يزود لي الميكانيكال باور بتاع الموتور؟ الميكانيكال باور بتاع الموتور ده اللي هو الروتيشن اللي هو التورك. ايه اللي ممكن يزود لي التورك؟ هل الباتري؟ هو مش جايبها لي اصلا. طيب هل البرش؟ البرش مالها؟ طيب 2 ده اللي هو مين؟ اللي هو الكوميتاتور، و1 اللي هو الكويل. انا لو زودت نمبر اوف تيرنز بتاع الكويل بيان، لو زودت نمبر اوف تيرنز بتاع الكويل التورك زاد صح؟ ولو شلت الكوميوتور ده وخليته سيجمنتس كتير دبل عدد الكويلز اللي انا هزوده ده، يبقى كده انا بدل ما اخلي سرعته عماله تزيد وتقل هخلي سرعته مالها ثابته. يبقى الاثنين اللي عايزين يتغيروا هما 1 و 2 عشان بدل ما الفيلوسيتي تقعد تزيد وتقل، لا انا عايز الفيلوسيتي بتاعته واتجاهه يفضل ثابت. Can be used to obtain unidirectional electric current. Unidirectional electric current هو الماتور بيديني current؟ لا، بس هو عايز ياخد current مش عايز ياخد rotation او torque. يبقى هو كده عايز يحوله لايه؟ عايز يحوله لدينامو. طيب ايه الجزء اللي اتغير لازم عشان يرجع دينامو؟ شيل بارت 4 ده وحط مكانه اصبعك، حط مكانه لمبة اي حاجة. طيب can be used to obtain AC current. الجزء ده هو اللي كان بيعمل لنا rectification. انا هشيله وارجع الاثنين سليب رينج تاني عشان يديني AC current بيغير اتجاهه. طيب يبقى بارت 2 لازم يتغير. طب ومين تاني؟ وبارت 4 كده احنا عايزين، طالما عايز تاخد current يبقى ما ينفعش 4 ده يبقى موجود، فعشان كده غيرناه هنا وغيرناه هنا. Opposite diagram shows structure of one of electric devices. طبعا لما تبص على الديفايس ده هتقول لي ده داينامو ولا موتور. طالما هنا مفيش بطاريه يبقى ده داينامو، لكن لو هنا في باتري او دراي سيل يبقى ده موتور هيلف. قال لك what happen if the electric cell is used instead of resistor. لو حطيت مكان دي باتري كده انا قلبته موتور. التو برش هيلفه؟ لا ما يلفوش. الكوميتاتور هيلف؟ الكوميتاتور هيبتدي يلف. كل المين فيكسد؟ لا. الكرنت باس في وان دايركشن؟ برضو لا. اوبوزيت فيجر شو وان اوف بوزيشن اوف ميتاليك كوميتاتور ريسبكت تو البرش. هنلاقي ان البرش جايه في الحته الايه؟ الفاضيه. البرش جايه في الحته الايه؟ الفاضيه. يعني كده الكويل بتاع الموتور او الدينامو مش لامس الاكسترنال سيركت. يبقى الكويل كده بيربنديكولار ولا باراليل؟ لا، هو طالما مش لامس يبقى هو ما عندوش حاجه اتولدت جواه، يبقى هنا هو بيربنديكولار. لان خد بالك التورك والفيل انديوزد هما الاثنين كانوا ماكسيمم في البارلل، فمعنى ان هو مش لامس ان الاثنين دول بزيرو، فالاثنين دول هيبقوا في البيربنديكولار. طيب قال لك ذا موتور كونتينيو اتس روتيشن اند سكيب ذيس بوزيشن. طب يا باشا انت بتقول لي التورك بزيرو، ازاي هو هيكمل دوران؟ قلنا هيكمل دوران بسبب مين؟ الانرشيا. الانرشيا عايزاه يكمل في نفس الستيت بتاعته، حالته اللي هي الروتيشن. Opposite figure represent the position of metallic commutator. بس ده عكس اللي فات، ده كان التو برش لامسين الكوميتاتور، فكده الكويل ماله؟ كده الكويل بارلل. قال لك with respect to the graphite brush in motor البروديوسد تورك هيبقى ماله؟ لا، البروديوسد تورك يا معلم ده اعلى قيمه ليه عشان بارلل. When motor coil start rotation for a moment which is the plane parallel للflux. يعني كده التورك والفي انديوسد هما الاثنين ماكسيمم. ايه الفاليو اللي بتديكريز جرادولي until الكويل ريتش بيربنديكولار؟ الفاليو اللي decrease gradually التورك. طب تعال نبص كده على الباقي. magnetic force اللي بتأثر، لو رجعت الدرس الداينامو هتلاقي ان التو فورسز اللي كانوا بيتولدوا على التو سايدز دول كانوا حتى وهو بيربنديكولار كانت التو فورسز دايما ثابتين. magnetic flux density affecting الكويل، لا دي دايما ماكسيمم لان دي بتاعه
two poles of magnet. Dipole moment قلنا ده برضو دايما maximum. During rotation of motor from the perpendicular position to parallel position, ايه الحاجة اللي بتزيد؟ ما هو نفس السؤال اللي فات، الحاجة اللي بتزيد هي التورك. ممكن اقول له برضو ان اللي بيزيد مين؟ الاندكشن، بس هو هنا بيتكلم على موتور. نركز في السؤال ده. Opposite figure represent motor coil rotating from this position clockwise، يعني بيلف في الاتجاه اللي هو رسمه ده، يعني بيلف كده تمام. Then moment at which the current reverse its direction، هو الكرنت بيريفرز الدايركشن بتاعه اما يبقى الكوميوتاتور مش لامس الكويل، والكوميوتاتور بيبقى مش لامس الكويل اما الكويل يبقى ايه؟ يبقى بيربنديكولار ولا بارلل؟ يبقى بيربنديكولار. افتر قد ايه؟ انا عايز ده يوصل بيربنديكولار. طب هو لو لف ال 60 كده بقى ايه؟ كده بقى بارلل. لا، انا لسه عايزه يلف بعد ال 60 دي 90 كمان عشان يبقى بيربنديكولار زي ما قلنا. يبقى هيلف 60 و90 هيلف 150. انما لو كنت عايزه ماكسيمم كنت اخليه يلف ايه؟ 60 بس. طب لو كان هيلف العكس كنت اخليه يلف الانجل الصغيره دي لحد ما يبقى بيربنديكولار اللي هي 30 بس. What happened to maximum speed of rotation at which the coil of electric motor rotate لما نزود number of turns؟ واحنا كده بنتكلم على تورك، والتورك باي ان، فهتزود number of turns يبقى التورك هيزيد. طيب اما زود الماجنتيك فلوكس، اما زود الماجنتيك فلوكس التورك هيزيد. طب ما زود الاي ام اف بتاعت البطاري الكرنت هيزيد، فالاي ام اف برضه هتزيد. يبقى دي كده ممكن نقول عليها الفاكتورز اللي تزود لي التورك او الروتيشن سبيد بتاعت ايه؟ بتاعت الموتور. دي الاسئله الخاصه بالداينامو والريكتيفيكيشن بتاعته وبالموتور. حبيت احطهم في فيديو واحد مع بعض عشان هما ريليتد ببعض شويه فتعرف تربطهم. لو في حاجه واقعه في اللي انا شرحته ابعت لي على الواتساب. سلام عليكم.